قناة الأحجار الكريمة، إعداد وتقديم فريق عمل رشيد حباشو. رشيد حباشو أول عالم عربي متخصص في علم الأحجار الكريمة. حجر الجمشت إحدى الأحجار المميزة ذات الطابع الخاص، تواجد باللون الأرجواني الداكن ولون الخزامة. يمثل حجر الجمشت التنوع الأكثر شيوعا لحجر الكوارتز الملون الطبيعي. نظرا للونه الأرجواني الساحر، فإنه كان يقدر بدرجة عالية في الماضي، أما في الوقت الحالي فإنه من المتفق عليه أن لون الجمشت الأرجواني ينبع من وجود ذرات عنصر الحديد في شبكة الكوارتز الكريستالية، وتشكل أيونات الحديد تلك ما يسمى بمراكز اللون، والتي تعد المسؤولة عن تغيير اللون من الأبيض إلى درجات الأرجواني المتعددة. يطلق عليه أيضا مسمى حجر الأرجوان أو حجر الأميتست. شارك في القناة وانضم لفريق عمل رشيد حباشو. لانضمام لفريق رشيد عمل حباشو يرجى إرسال طلب انضمام لرقم الواتساب الذي تشاهده على الشاشة. لانضمامك لفريق رشيد عمل حباشو، أول شبكة عالمية لخبراء الأحجار الكريمة، فإنك تستفيد بالمجان من استشارات في الأحجار الكريمة، فحص دوري مجاني في مختبر الأحجار الكريمة، ودورات تكوينية في مجال الأحجار الكريمة، بالإضافة إلى زيارات ميدانية عبر العالم لمعارض الأحجار الكريمة.